بلوشي، مساك الله بالخير يا لولو. مساك الله بالنور. خير. من امس ندور رقمك يا لولو. كان حصلتوه؟ حصلناك. سؤالي الاول لك يا لولو، يعني الاحتفال الجميل اللي سويتيه في مانشستر شلون طرى على بالك؟ يعني شجاعه منك تسوينه باسلوب جميل، قولي لي هالقصه الموقف هذا. بالبداية أنا الشيء اللي سويته ما هو غريب علينا، يعني الشيء احنا تعلمناه من قائد الإنسانية أبونا الغالي بابا صباح الله يحفظه يا رب، أمير التواضع، اللي قال هذول عيالي وأنت أبونا يا شيخنا الغالي وإحنا نتعلم منك. نعم. يومها كنت قاعدة وكنت قاعدة أسوي سيرج أونلاين ولقيت مقالة بجريدة كانوا كاتبين عن الشيخ جابر الله يرحمه. كانوا كاتبين أن الشيخ جابر كان قايل أن بابي مفتوح للجميع وأنا ما أحب أشوف أي شخص مظلوم أو محتاج، وأنا من هالمقالة هذه يعني تأثرت، شيء فيني تحرك وقمت سويت اللي أنا سويته. حلو. إذا شنو رد الفعل اللي شفتيه يوم سويت الموقف هذا؟ معاي الطلبة اللي معاي وايد تفاعلوا معاي، وايد ساعدوني، وايد منهم يعني عدلوا الإعلام وعطوني فلوس عشان أشتري، وايد منهم شروا بعد جاكيتات، والأحلى من هذا الهوم نفسهم قاموا يقولون لي ويكتبوا لي أوراق ثانك يو، كانوا يكتبون لي على جرايد لأن ما عندهم أوراق. صح. وكانوا يحطونه بالبوكس، فانا كنت وايد مستانسه. هذه كانت رده فعل الناس اللي كانوا معاي بمانشستر. اما رده فعل الناس بالانستغرام كانت غريبه نوعا ما. شلون؟ في ناس منهم ايدت الفكره، وفي ناس وايد منهم شجعوني، وفي ناس منهم انتقدوا الفكره هذه، وفي ناس ما حبوها. فكان في كم تعليق بالانستغرام انا ودي ان اعلق عليه. تفضل. كان في ناس يقولون لي البنت هذه لولو البلوشي تبي الجنسيه عشان كذي هي سوت اللي سوتها. انا حابه اقول حق الناس انا بنت كويتيه بلوشيه وجنسيتي جنسيه اولى، وانا عندي جنسيه، انا ما سويت هالشيء هذا عشان انا ابي جنسيه، انا اوريدي عندي جنسيه. الشيء الثاني، وايد ناس قالوا لي ان هذول مخصصات طلبه وانت قاعده تلعبين بالفلوس، وكانوا قاعدين ينتقدون. أنا حابة أقول لهم إن هذا الشيء اللي أنا سويته ومن الأشياء اللي أنا شريتهم هذول من المصروف اللي أبوي الله يطول بعمره كان يطرشهم لنا حق معيشتنا اليومية، لأن إحنا رايحين على حسابنا مو على حساب الحكومة. لكن أنا ما همني إذا أنا أدرس على حسابي أو على حساب بلدي، بالعكس كل هذا من خير الكويت، كل هذا من خير قائد الإنسانية. يعني صحيح أنا أدرس على حسابي لكن أنا ما وصلت لهالمكان إلا من خير الكويت، الكويت إلها نوايد، وبالمقابل الشيء اللي أنا سويته شيء بسيط. كان عندي اهم شيء اني انا احقق هالفرصه، وردود الناس عوضتني عن مليون، يعني عن مليون مصروف، ومستعده اقعد باقي الشهر واعيد واكرر واسوي نفس الشيء من غير مقابل، وانه ما يكون عندي ولا شيء بالبنك، المهم ان انا احصل نفس هذه الفرصه اللي الناس فرحوني فيها. الله. ليش تاثرت يا لولو؟ انت بنت الكويت واللي قمتي فيه شيء مقتنع فيه، ترى الانتقاد الناس اللي فاضيه هي اللي تنتقد يا لولو، ما بيش تتاثرين. اللي سويتيه اليوم قاعد تتناقله كل وسائل الاعلام، حتى الخليجيه تناقلته، وشيء نفتخر فيه لان قمتي بشيء غريب وشيء حلو، كافي علم الكويت في مانشستر يا لولو، لا تتاثرين. انا ماني متاثره منهم لان اللي شجعوني كانوا اكثر، بس انا حبيت ان انا ارد على الناس، لان يعني حتى جت لي تعليقات ان انت ترى الكويت دافعتك عشان تطلعين اسم الكويت، بس هالكلام هذا مو صحيح. على الاقل سويتي شيء حق ديرتي يا لولو. الحمد لله رب. الكلمه الاخيره يا لولو. أنا حابة أشكر معالي وزير الإعلام الشيخ سلمان حمود الصباح والشيخ فهد المبارك الصباح، لأنهم هم استضافوني في أكثر من قناة واهتموا بهذا الموضوع. وحابة أشكر قناة الراي، مجلة الأنباء، إذاعة الكويت، تلفزيون الكويت، برنامج شاي الضحى، برنامج داعي الكويت، برنامج القايلة، برنامج الديوانية، وعلى رأسهم برنامجكم قناة الشاهد. وأتمنى من الله يحفظ الكويت ويحفظ ديرتي ويحفظ لنا قائد الإنسانية، وإن شاء الله نرفع اسم الكويت. لولو بالكويت ولا برا؟ لا أنا بمانشستر. متى بتردين؟ إن شاء الله 25/3. عيل إن شاء الله نتواصل وياك بعد 25 تكوني ضيفتنا هني.
ان شاء الله باذن الله. مشكور يا لولو وكفو عليك، واحنا وياك واذا قصرت شيء احنا حاضرين ان شاء الله باذن الله. يعطيكم العافيه. تسلمين يا لولو، تسلمين على مداخلتك الكريمه، شكرا لك. يعني انا استغرب بنت الكويت سوت شيء زين، يطلعوا لي هذه مكويتيه، هذه تبي الجنسيه، هذه سوت تبي فلوس. خلي هذول اللي قاعد بالقهوه وينتقد يسوي شيء حق ديرته. صرنا فاضيين ما نقدم شيء، بس عمليه نقد. سووا شيء لديرتكم، خلونا نقدم شيء للديره. مو كافي سياسه شد الحزام والمسؤولين، مو كافي. راح اقول لكم